اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده ده اعتقد ان واخدين بعضينا ورايحين على الاكل الهيلسي الدايت اللي هو اكل صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء حتى في العيد يا أبو غازي. إيه المشكلة؟ النهارده تالت أيام العيد وأجازة العيد، تعالوا مع بعض نتسلى كده ونعمل حاجات لطيفة وبلاش لا فراخ ولا لحمة، وخلونا مع التونة وخلونا مع الرنجة حاجة لطيفة وجميلة. وعايز النهارده أحبب الأطفال الحلوين للأمانة في الرنجة. يعني الرنجة دي يمن إحنا عارفين قصتها وحكايتها، بس في أطفال عايزين نحببهم في الرنجة. فالرنجة ممكن لما ناكلها كريسبي مقلية، سكة الفيش فينجر أو التشيكن كريسبي، الحاجات الحلوة هنعملها مع بعض رنجة مخلية معايا كده، وأشوفها ليها إزاي وحمرها وتبقى كريسبي، واخدة توم باودر وبصل باودر وفليفر سبايسي أو غير سبايسي حسب رغبة ولادك. معانا كمان حبتين رنجة هنعملهم بالبرتقال. اعمل الرنجه بالبرتقال ازاي؟ بطعمها طعم البرتقال، والبرتقال يخش في الانسجه بتاعه الرنجه ويقلل الملوحه منها، اكيد في خبره طهويه هنا. معانا بروكلي النهارده هنعمله شوربه، شوربه البروكلي بالجبنه. انا شخصيا بحبها كده، واشوف الجبنه انسيابيه كده مع البروكلي حاجه لطيفه وجميله بدون اي ماده دهنيه. معانا تونه لطيفه النهارده، يعني اوميجا 3، مصدر غني جدا لاوميجا 3، هعملها مع الخضار سلطه. انا شخصيا بحبها، ويا سلام لما تاخد قرن فلفل حار سبايسي كده ولطيفه مع عصره ليمون وزيت زيتون، التونه هنا هتتكلم مصري. رنجه، نخش على اللي بعده، رنجه بالبرتقال مشويه بقى المره دي. هتعملها ازاي يا مغازي؟ اصبر على رزقك. هنجيب ورقه فويل وورقه زبده، ورقه فويل وورقه زبده، الاثنين يكونوا مع بعض، بس الكلام ده بعد ما نروق المطبخ كده وندلع المسائل. حلو الكلام؟ ومعايا حبتين رنجه حلوين زي الفل، تعالوا نعملها مع بعض. ادي ورقه الزبده وورق الفل. اول حاجه هفرتها ورقه الزبده، فوقيها سوري ورقه الفويل، فوقيها ورقه الزبده اهي. حطيت ورقه فويل وورقه زبده، واجي جنبهم كده واشتغل واحده واحده وانا معاكم. معانا برتقان يا استوفندي، يا ابن عم البرتقان، الله يرحمك يا استاذ الفؤاد المهندس، الكوميديا الحلوه الجميله، كان غنى للبرتقان والاستوفندي زمان، كنت في الاعداديه وانا بسمعه. اهو شايفين البرتقان ده كده؟ اهو نقطعه شرايح كده، العب. اهو ما فرقتش بقى برتقان سكري بسره بقى اللي موجود يعني. فاروق بيسالني بيقول لي برتقان بسره ولا نعم يا استاذ؟ نعم حاضر يا فندم. حلو الكلام، زي ما فرقتش بقى برتقان يستفندي او بسره زي ما احنا شغالين كده. حلو، رصيت انا ايه برتقان بالشكل ده كده، ودي كمان هنا كده. فين الرنجه؟ اهي، الله، زي ما هي كده، زي ما هي تنزل تنام هنا كده ونقول لها ايه، نامي وارتاح. نفس القصه ده دايما على ريش من الحرير، ونحط هنا كده. والله بص، انا عايز اقفل الرنجه دي مع الساده المشاهدين، انتوا عايزين تطلعوا فاصل براحتكم يعني، انا بس سيبوني اعيش كده، لان دي برضو حقوق الطبع لدينا وبس، عشان الرنجه دي بجد هتشرب من عصير البرتقال وقشره البرتقانه وهتدلع على الاخر يعني. فبراحتكم، عايزين تطلعوا انا اهو، بس انا عايز اقفلها. القفله دي مهمه جدا على فكره، السر في القفله، قفله الورق الفويل مع ورق الزبده. حاضر، زي الفل. انا مش عايزكم تزعلوا مني، انا عايز اقدم كل اللي عندي للساده المشاهدين. كده زي الفل، تمام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ كل القصه شويه زيت زيتون، اللهم صل على النبي. شويه زيت زيتون. البرتقال بتاعنا ده الحموضه بتاعته مش قويه قوي يعني، فنعمل ايه؟ تركايه كده صغيره، عندي ليمون، اظبطها كده واخدها كده. لا، لازم العيد السنه دي يكون مختلف، التفاصيل على شاشه القناه الاولى، لازم تاكل رنجه بطعم تاني خالص. شايف الليمون نازل يتناثر كده ازاي؟ بيدلع فرحان، انا نازل على البرتقال. البرتقال سبقني وانا نازل عليه. ما تحطيش ملح، خلي بالك.
ونقفلها كده. ركزي معايا، جراح يا شيف جراح. وننزل بالورقة الزبدة دي كده. حلو الكلام يا أختي. وتعالوا نقفلها كده. الله، زي ما أنا شغال كده. آه. الله، لا دي خالص. آه. شفت الجو ده كده؟ دي القفلة دي. آه. شبه الرنجاية. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ زي ما هي كده. على فين؟ على فين؟ لسه ما خلصتش. هناخد طبق حلو زي ده كده. اللهم صل على النبي. ونحطها في الطبق ده كده. أهو. حبيت الرنجة بتاعتي وفي الطبق ده. شفت الرنجاية؟ على فين بقى الفرن؟ درجة حرارة الفرن عندي هنا 180. اللي هيقول لي دي مكانها فين في الفرن، للأمانة والله هتواصل معاه وأكلها له. تحت في أرضية الفرن. ها. أنا عايز صدمة نارية قوية تسيح لي الدهون بتاعة الرنجة وتفصل لي الجلدة كده، وهنتفرج عليها لما تاخد 10 دقايق في الفرن، في درجة حرارة الفرن تكون عالية. هتاكل الرنجة بالبرتقال ولأول مرة. وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. أطلع الرنجة؟ يلا العب. اللهم صل على النبي. لس نجيب الطبق الحلو ده كده. دي سمكة، سمكة صغيرة، ونحط فيها شوية جرجير كده. الله، السفرة النهاردة تفتح النفس شهية. ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. ايه الحلاوة دي يا أم غازي؟ ايه الحلاوة دي؟ الاختراع ده جبته منين يا واد؟ خبرة السنين يا باشا. لازم اشيلها عشان ايه؟ عايز احطها سليمة زي ما هي كده. اوبا. الله الله، شايف الرنجة؟ شايف الرنجة وحلاوتها؟ تشيل ورقة الفويل دي كده من تحت علشان مش عايز الفويل يتقدم كده. شايف الجو ده كده اهو. والبطان تلاقي لحم الرنجة ساب وفصل عن اللحم بتاع عن الجلدة، يتقدم بالشكل ده كده. وانا عايز ورقة الفويل دي تبان كده عشان عنوان ليها والتفاصيل. انا هعمل لك حاجة حلوة دلوقتي هتشوفها هتعجبك. اه السخن ده معلش. اه يابا اشيل ده من هنا. وبالسكينه هنعمل حاجه حلوه قوي هتعجبكم عشان نقول الرنجه فين هنا من البرتقال. اه نيجي عند الرنجه كده. صلى على الحبيب بقى وشوف، شوف لحم الرنجه بيعمل هنا. اه سايب من بعضه ازاي. اه زبده، حته زبده. اه نبص عليه كده، نبص عليه كده. اه الله. ونفس القصة هنا. اه حاضر عينيا. اللهم صل على النبي. رنجة بالبرتقان فيها طعم البرتقان، حابة تحط عليها طحينة حسب الرغبة. عملنا الرنجة كريسبي، عملنا سلطة جميلة جدا بالتونة لطيفة وحلوة، الفجل الأحمر غلفها وتوجها بالشكل الجمالي. عملنا شوربة جميلة جدا، شوربة البروكلي بالجبنة من المطبخ الطلياني. رؤية فن إبداع. كل عام وحضراتكم بخير، وعيد سعيد على كل الأمة الإسلامية، وعيد سعيد على كل المصريين إخواتنا وحبايبنا المغتربين يرجعوا لأرض الوطن سالمين غانمين إن شاء الله. ومعاكم بإذن الله مستمرين وسند لكم في المطبخ يا أمي يا خالتي يا عمتي يا كل ست عظيمة بتشوفني من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. رؤية فن إبداع بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.